اليوم يعني وصل لنا خبر أو حقيقة فجر اليوم وصل لنا خبر وفاة الشاعر فاضل غضبان، وهو شاعر من العمارة اللي قبل أيام احنا زرناه في المشفى بعد إجراء عملية معقدة لقلبه، وصار به شلل بالأطراف السفلى. هو اشتكى كثيرا من أوجاعه وآلامه، وقال انه انا دخلت بكامل قواي وما كان بي شيء، مجرد كان عندي مشكله في القلب، لكن بعد العمليه فقدت اطرافي او صار بي شلل، وحاليا يعني انا مقعد. هذا ما تكلم به وشكى حالته، خاصه انه هو من الشعراء الشعبيين اللي لهم بصمه في الشعر الشعبي. المفروض يكون هناك احتضان واحتواء من قبل الجهات المعنيه، من قبل وزاره الثقافه، من قبل الحكومة العراقية. المفروض يكون هناك فعلا اهتمام لهذه الشريحة، شريحة المثقفين الفنانين الشعراء، لكن للأسف حال بقية هذه الشريحة المهملة اللي بعد أن تتوفى تبدي حتى مواقع التواصل الاجتماعي تشيد به والذكرى. ويعني للأسف أثناء مرضه لم يزره إلا بعض القنوات الإعلامية اللي هو شكى لها وضع البائس اللي يعيشه في المشفى مع آلامه مع مرضه الجديد اللي هو موضوع الشلل، وكان مهين، وكانوا أولاده أيضا متألمين كثيرا لما يعني شاركونا الألم. بعد أيام قليلة مثل ما قلت لكم من زيارتنا إلى ونقلنا لحالته بتقرير مفصل عن حياته، للأسف مثل ما قلت لكم اليوم وصل لنا خبر وفاته. وأنا أقول ارتاح، لانه يمكن هو مات نفسيا، مات من الصدمه اللي شافها. كان يعتقد انه يكون هناك احتواء واحتضان من قبل الجهات المعنيه، لكن شاف نفسه هو لم يزره الا الاصدقاء المقربون، لكن الجهات المعنيه يمكن ما اهتمت بالموضوع. الله يرحمه ومثواه الجنه، وان شاء الله اهله ما ينولهم الا الصبر والسلوان. يعني فعلا وخاصة الشريحة، شريحة الشعراء أكيد راح يفتقدونه بشكل كبير. مثل ما قلت لكم هو من الشعراء الشعبيين اللي إلى بصمة في الشعر الشعبي العراقي. الله يرحمه لشاعرنا فاضل غضبان.